واش بصح كاين طاب المهاجرين او لا؟ غير الهضره خاويه، خليكم معايا وغادي نشرح لكم في اللايف ديال الصباح. ما شرحت لكمش مزيان، دابا غنفرح لكم. اول حاجه، كاينين بزاف ديال الاخوان كيجبدونا فيديوز ديال هولندا وديال المانيا والطاليان على الناس ديال اللجوء، يعني على الناس ديال اللاجئين، يعني اللاجئين يعني ماشي المهاجرين، اللاجئين اللي كيجيو من الدول ديال الحرب. بارطاجيو الفيديو، ديروا لايك وغادي نفرحكم في هذا الفيديو هذا. وكما كتعرفوني دائما بالمصداقيه، ماشي الهضره خاويه، وشي حاجه في الدقيقه، ماشي الهضره خاويه. النقطه الاولانيه، الاخوان اللي كاينين في اسبانيا، انا جبت لكم خبر مفرح وبلا نقاش وبلا ما نبقى ندخل لكم ونخرجكم في الهضره ونقول لكم نشدكم حتى لاخر الفيديو. لا، غادي نشرح لك. بغيتي تكمل تزيد تسمع تسمع، ما بغيتيش نو باس انادا، دير معك واحد لايك والله يسهل عليك. النقطه الاولانيه، كاين طرد اللاجئين، ماشي طرد من الدول ديالهم فيهم الحرب، لا، غادي يديروا لهم واحد المكان خاص باللاجئين. بالعربيه، اللاجئ غيبقى ديما لاجئ، ما غتكونش عنده لا بطاقه ديال اسبانيا لا حتى شي دوله من الدول هادو، حتى الدول ديالهم ما يبقاش فيهم الحرب وغادي يردوهم الدول ديالهم. كيفاش الطنجه؟ واش كتقول؟ كما تسمع، اللاجئين الناس اللي كيجيو من سوريا، من اي دول، يعني الدول العربيه اللي فيهم الحرب، غيبقاو يختاروهم. يعني انت قاري، عندك واحد المستوى، نحتاجك اجين هنا. انت ما قاريش، دخلوا في البلاصه ديال اللاجئين وتكون عليهم الحراسه، يعني ما يخليهمش يدخلوا الاتحاد الاوروبي، غيبقاو يدخلوا اللي بغاو يخرجوا اللي بغاو. ما المهاجرين ما عليهم الكلام، دابا حاليا ما كاينش الكلام على المهاجرين، كاين الكلام على الناس اللي كدير المشاكل. هاجي نشرح لكم، اللي كيسرق واللي كيضرب واللي كيدير المشاكل واللي الدوسي ديالو مسخ مع البوليس، غادي يمشي يهزوه من دارو وغادي يردوه لبلادو. ما انت ولا انت خدام على راسك، يعني مخشي، يعني كتاكل طريف الخبز وبعد مصداع وباش تريق الوريقات ديالك، راه ما غيهضر معك حتى شي واحد. غير نرجع للنقطة، بلا ما نسميك انت بعدا، انت اللي كتسمي راسك يعني فاهم وعايق، بلا ما نسميك راك فاهم راسك ونعرف كتبعني، راك ما فاهم والو. كتجي تجيب لي الفيديوز ديال الاتحاد الاوروبي اللي كيهضروا على الناس اللي كيجيو من اليونان، على الناس اللي كيجيو من الحروبات، على الناس اللي كيدخلوا اوروبا لاجئين وكيجيو من الحروبات. واش دخل هذوك مع المهاجرين اللي كاينين هنا؟ هادو مهاجرين ما عندهمش علاقه باللاجئين، يعني اللي كيطلب اللجوء ما عندوش علاقه باللي كيجي من اسبانيا او الاتحاد الاوروبي، انسان عادي باغي يسوي غير الحياه ديالو. كاين الفرق ما بين واحد مسكين كيهرب بلاده فيها الحرب، وما بين واحد كيهرب بلاده غير باش يسوي الوضعيه ديالو. هذا الفرق ما بين هذه وهذه. اللاجئ لا، اللاجئ راه كيجي كي اللي كتجبرو مليار دير في بلادو، ما لقى المشكل بقى عنده والو، صافي وقع الحرب تدمر كلشي ما بقى عنده والو. والمهاجر كاين اللي كيكون عنده وكيجي حتى هو، وكاين اللي ما كيكونش عنده، يعني قليل الحاله كيجي هنا يدبر على راسو. هذا هو الحال. يعني باش تقول لي انت طلع الفيديو وتخلع بالمهاجرين وتقول لهم طارد المهاجرين، راه كتضحك فيك الوقت، والله العظيم الا كتضحك فيك الوقت. اخوان ديالي، راه ما كاينش هادشي كامل، سيرو تكاو على يدكم اليمين، وراه ما كاينش حاجه سميتها الطرد. غنرجع لكم بان العهد الاتحاد الاوروبي كاين شي حاجه سميتها الطرد، كاينه نهار طبق، نهار اللي كان الاتحاد الاوروبي يعني من الاساس ديالو. ولكن الاخوان حنا اللي عارفين بان ما كاينش طرد للمهاجرين، اجي وشدوا وطردوا من بلادو، هذا ما كاينش، هذا ما كاينش في الاتحاد الاوروبي، هذا ما كاينش. كاينه حاجه وحده، انا نركز على اسبانيا، كاينه حاجه وحده، كاينه درتي اترجع لبلادك، ما درتيش انت حويطه حويطه. كاين الناس اللي ما كيديروش، كيتيح فيهم كونترول، يعني الكونترول كيدير الواجب ديالو حيت القانون كيقول هكذا، كيعطيو سبورسيون ما كيردوش لبلادو، كيمشي هو كيدير واحد المحامي طقطق كيحيدو ديك سبورسيون. كاين اللي كيجي فيه سبورسيون مسكين ما كيكون داير والو، وكاين اللي كيستاهل بحال ياش. رجع لينا، انت جيتي ما عندكش الوراق وكتخرجي مع خمسه سته ديال الدراري وكتخرجوا ديروا فوضى في الشارع، وديك الفوضى ماشي كتضربوا بها الناس ولا يعني كتأذيو شي واحد، لا، كديروا فوضى، يعني انتم كينتابع لكم بنادم والبوليس، فهمت؟ فهاد الحاله هذه شنو كيوقع لكم؟ كيوقفوا عليك، اجي انت ما عندكش الوراق، اجي انت اجي انت اجي انت، اش كديروا السا بكم؟ كتسرقوا، اه باينك، اجي طن طن طن، كيعمر لك الطرد، اديوس. كيما واحد مسكين مؤخرا شنو وقع له؟ عنده اللجوء، انا ما نسميهش مسكين ولكن نقولوا مسكين حيت بنادم في هاد الوقت يكون طوى. جا عنده لوجو، مشى باش يبدل الترخيطه، قالوا له سيت مره اخرى، مشى مره اخرى باش يبدل الترخيطه الحمراء ديال اللوجو، شنو وقع له؟ شوف شنو وقع له باش تعرفوا بان
خال قالوا له استنى، قال كي استنى وجا واحد الدري عزي، يعني ماشي يقول وما عارف سميتو باش قلت لك عزي، حنا كاملين افريقيا. جا قال له عافاك فين جا البانيو، هذيك الدري عارف البانيو فين جا، مشاو راه البانيو وتلقاهم البوليسي غادي في البولوار هذيك البلاصه فين غادي البانيو حاشاكم، تلقاها تما قالوا في ماشي جوا 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 عمرهم سبورسيون بجوج فيهم. الله اكبر كيفاش درسوا ليها، عمرو سبورسيون هذيك الكحال وعمرو هذا المغربي، عطاوه الطرد من الاتحاد الاوروبي لمده 5 سنين بسبب من بسبب مشى يوري البانيون واحد فوسط الكوميساريه. يا اخي يا اختي هذه الارض اللي حنا فيها خصنا نكونوا مطورين، خصنا نكونوا واعيين، راه ما بقاتش تكون قريب، بقات خصك تكون مطور. يعني الانسان يرد البال ديالو، راه شي حاجه سميتها الطرد راه ما كايناش، درتي غادي يطردوك ما درتيش ما غاديش يطردوك. حنا دوزنا 6 سنين بدون اوراق، ما عمرهم بسمونا ولا وقفوا علينا حيت ما كان اديو حتى شي واحد وما كنتبعوش بنادم، وما عنديش شي حاجه سميتها صاحبي في الغربه، لا في الغربه لا في بلادي، انا ما كنعرف صاحبي، كنعرف عائلتي ولادي والديا اخوتي، انا ما عنديش صاحب. حيت صاحبك ما غيبغيكش ربح، حيت صاحبك ولا كنتي انت لابس مع حداه مزيان وهو ما لابسش مزيان راه ما غيحملكش، كنتي انت خدام مزيان وهو ما خدامش راه ما غيحملكش، كنتي انت مجوج بولادك وبدارك وهو ما مجوجش ما غيحملكش. يعني الله يجازيكم بالخير، دبروا على راسكم. وانا عارف الدراري اغلبيه كتبغي تدبر على راسها، قليل واحد 5 ولا 10% اللي كتجبرهم كيوسخوا الصوره ديال واحد اخر. نرجعوا النقطه ديالنا اخوان ديالي، سيروا ارتاحوا، والله ما كاين شي حاجه ديال الضر. اول حاجه ملي كتكون شي حاجه راه كنطلع بها بطريقه صحيحه ماشي كنغلط بعباد الله. والنقطه الثانيه اللي كيكونوا كاين طرد المهاجرين، انا كنقول لهم سيروا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حيت صراحه راه كتخلعوا الدراري. انا الايام ديالي ملي كنت بلا اوراق انا كنت بيدي غير كنسمع شي حاجه سميتها الطرد، كنولي يعني نخاف من الخيال ديالي، واخا انا ما داير والو، كنقول انا قررت ندفع ما بقى لي والو، داير كلشي يعني داير الجهد ديالي وما كان ادي حتى شي واحد زعما وتجي في الاخر وتضرب لي في الزيرو. ديك الشيء علاش انا حاس بالدراري سيروا الله يسهل عليكم، راه الطرد راه ما كاينش، راه ما كاين حتى يعني شو هذوك الدراري كيطلعوا. شوف انا نقول لكم شنو وقع في السوشيال ميديا، كيشوفوني نطلع شي فيديو شي خبر باقي ما داير شي، كلشي كيمشي يقلب على ديك الفيديو طلعوا حتى هو. داكشي اللي واقع دابا، دابا واحد كتجبروه هضر على الطرد، نادو كاملين كيهزوا ديك الفيديو من الصفحه ديال الصفحه الرئيسيه ديال ديك الجريده كيبداو يحطوه، ما عارفينش راهم بان راه غير كيخربقوا وراه لا علاقه في الواقع ولا ما كاين حتى حاجه من داكشي كامل. سير الله يسهل على الجميع، واي واحد عنده كلشي كمل الوراق ديالو يسير يدفع، انت كنتي تراميتي وقف لك البوليس راه ما يهضروش معاك، واي واحد عنده دوسانيوس تريسانيوس سير يدفع، سير توكل على الله، والله يسهل على الجميع. تحياتي لكم، احبكم في الله، السلام عليكم.